دعونا نرى إذا كان يمكننا أن نتعلم شيء أو اثنين عن امتداد الكسر الجزئي أو ما يسمى أحياناً بتجزئة الكسر الجزئي. إذن امتداد الكسر الجزئي، الفكرة بمجملها هي أخذ الاقترانات النسبية، والاقتران النسبي عبارة عن اقتران أو عبارة بحيث تكون عبارة فيها مقسومة بواسطة أخرى، وحتى نقوم بتجزئتهم إلى أجزاء أصغر. الشيء الأول الذي سنفعله قبل أن نبدأ بعملية تجزيء الكسر الجزئي هو التأكد من أن للبسط درجة أقل من المقام. في هذه الحالة أو في هذه المسألة التي رسمتها هنا، لقد كتبت هنا أن هذه ليست الحالة التي أتحدث عنها، البسط له نفس درجة المقام. أول خطوة نود القيام بها لكي نبسط هذا ونحصل على بسط درجته أقل من المقام هي القيام ببعض القسمة الجبرية، ولقد صممت عرضا حول هذا، لكن ليس من الخطأ أن نجري مراجعة هنا. إذن لكي نفعل ذلك نقسم المقام على البسط لكي نجد الباقي. إذن نقسم x تربيع ناقص 3x ناقص 40 تقسيم x تربيع ناقص 2x ناقص 37 كم يكون خارج القسمة؟ ننظر إلى العبارة التي لها أعلى درجة. إذن x تربيع تقسيم x تربيع يساوي 1، ثم 1 ضرب x تربيع يساوي x تربيع ناقص 3x ناقص 40. والآن سنطرح هذا من ذلك لكي نحصل على الباقي. وانظروا، إذا كنت أطرح فسأطرح، وسالب السالب يعطي موجب، ثم يكون بإمكانك أن تجمعهم، هذان يتم حذفهما، ناقص 2x زائد 3x يساوي x، ناقص 37 زائد 40 يساوي 3. إذن هذه العبارة يمكن أن تعاد كتابتها فتصبح، دعوني أنزل إلى الأسفل قليلاً، تصبح 1 زائد x زائد 3 مقسومة على x تربيع ناقص 3x ناقص 40. إن هذا يبدو شيء سحري، لكن لا يوجد فرق عما فعلته في الصف الرابع أو الخامس، حيث تعلمتم كيفية تحويل الكسور غير الحقيقية إلى أعداد مركبة. دعوني أقوم بحل مثال في هذه الزاوية. إذا كان لدي 13 تقسيم 2 وأريد تحويله إلى عدد مركب، ما تفعله، يمكنك القيام بذلك ذهنيا الآن، لكن ما تفعله هو أن تقسم المقام على البسط كما فعلت هنا. 13 تقسيم 2 تساوي 6، 6 ضرب 2 تساوي 12. نطرح هذا من ذلك ونحصل على الباقي 1، لا يقبل القسمة على 2، إذن هذا هو الباقي. فإذا أردتم إعادة كتابته سيكون خارج قسمة المقام على البسط وهو 6 زائد الباقي مقسوما على المقام، 6 زائد 1 تقسيم 2. وعندما تفعل ذلك في المدرسة الابتدائية سوف تكتب فقط 6 1 على 2، لكن 6 1 على 2 تعادل 6 زائد 1 على 2، وهذا بالضبط ما فعلناه هنا. المقام يقسم على البسط ويكون الناتج 1، وكان هناك باقي وهو x زائد 3، إذن الناتج 1 زائد x زائد 3 تقسيم هذه العبارة. الآن كما نرى أن البسط في هذه العبارة النسبية، هذه العبارة يمتلك درجة أقل من المقام. أعلى درجة هنا هي 1 وأعلى درجة هنا هي 2. إذن نحن جاهزون للبدء في تحليل الكسر الجزئي، وكل ذلك عبارة عن أخذ هذه العبارة وتحويلها إلى عبارتين متشابهتين، حيث تكون المقامات
عوامل للعبارات ذات الدرجة الأقل، وبهذا دعونا نحلل هذه العبارة ذات الدرجة الأقل لنرى ذلك. ما هما العددان اللذان مجموعهما سالب 3 وعندما تضربهما تحصل على سالب 40؟ يجب أن يكونا مختلفين بالإشارة، لأنه عندما تضربهم ستحصل على عدد سالب، لذا يجب أن يكون سالب 8 وموجب 5. يمكننا إعادة كتابتها كالتالي، سأغير الألوان. 1 + x + 3 مقسومة على x + 5 مضروبة في x - 8. 5 ضرب 8 يساوي 40، 5 ضرب -8 يساوي سالب 40، +5 - 8 يساوي سالب 3. الآن سوف أركز على هذا الجزء. بإمكاننا أن نتذكر أن ذلك الواحد يقع في الخارج، هذه العبارة التي نريد تجزئتها أو مدها. سوف نعمل على مدها إلى عبارتين متشابهتين، حيث تكون كل واحدة منهما، وسوف أضع الشرط، وإذا نجح العددان فسوف يكون الشرط صحيحا. سأضع الشرط الذي سيمكنني أن أمدها أو أجزئها إلى كسرين، بحيث يكون الكسر الأول عبارة عن A تقسيم العامل الأول أي x + 5 +B تقسيم العامل الثاني أي x - 8. هذا هو الشرط، وإذا كان بالإمكان أن أجد قيمة A و B بطريقة ما بحيث يكون مجموعهما عبارة عن هذا، بالتالي أكون انتهيت وأكون قد جزأت هذا الكسر. لنفكر بالطريقة، دعونا نحاول فعل ذلك. إذا أردت أن أجمع هاتين العبارتين على ماذا سأحصل؟ عندما تجمع أي شيء تعمل على توحيد المقام، وتوحيد المقام أو أبسط طريقة لتوحيد المقام هي أن تضرب المقامين، لذا دعوني أكتب هذا هنا. إذن A تقسيم x + 5 + b تقسيم x - 8 يساوي، حسنا دعونا نحصل على المقام الموحد، يساوي x + 5 مضروبة في x - 8. ثم في البسط هذه العبارة تصبح a مضروبة في x - 8 إذا كتبت هذا فقط، فسوف نحذف هاتين العبارتين ونحصل على A تقسيم x + 5. ثم يكون بإمكانك أن تجمع ذلك مع المقام الموحد أي x + 5 مضروب في x - 8، وسيكون B مضروبة في x + 5. من المهم أن تدرك ذلك، انظر هذه العبارة تعادل هذه العبارة إذا حذفت الـ x - 8، وهذه العبارة تعادل هذه العبارة إذا حذفتم x + 5. لكن الآن بما أن لدينا مقاما موحدا فيمكننا أن نجمعهم، فنحصل على، دعوني أكتب الجانب الأيسر هنا، A مقسوما على x + 5، أريد كتابة هذا هنا، سأكتب x + 3 تقسيم x + 5 مضروبة في x - 8 يساوي مجموع هذين الموجودين في الأعلى، a مضروبة في x - 8 + b مضروبة في x + 5، جميع ذلك مقسوما على المقام الموحد أي x + 5 مضروبا في x - 8. إذن المقامات متشابهة، ونحن نعلم أن هذه عندما نجمعها علينا أن نحصل على هذا،
فإذا أردت أن أجد قيمة A و B، دعونا نضع إشارة مساواة. بإمكاننا أن نتجاهل المقامات، ويمكن أن نقول أن X زائد 3 تساوي A مضروبة في X ناقص 8 زائد B مضروبة في X زائد 5. الآن هناك طريقتين لإيجاد A و B من هذه النقطة. الطريقة الأولى والتي تعلمتها في الصف السابع أو الثامن، وهي تتطلب وقتا أطول، ثم إن هناك طريقة أسرع لفعل ذلك، وليس من الخطأ أن نبدأ بالطريقة الأسرع. إذا أردتم إيجاد A، دعونا نختار قيمة لـ X تجعل هذه العبارة تختفي. ما هي قيمة X التي ستخفي هذه العبارة؟ حسناً، إذا افترضنا أن X تساوي سالب 5، فإن هذه تصبح 0 ويختفي الـ B. إذا افترضنا أن X تساوي سالب 5، إنني أختار قيمة لـ X بشكل عشوائي لكي أجد قيمة هذا، فتصبح هذه دعوني أكتب ذلك، ناقص 5 زائد 3 يساوي A مضروبة في ناقص 5 ناقص 8 زائد B مضروبة في ناقص 5 زائد 5. وقد اخترت ناقص 5 حتى أجعل من هذه العبارة 0. ثم نحصل على سأختار لون أوضح، ناقص 5 زائد 3 تساوي ناقص 2 تساوي ناقص 5 ناقص 8 تساوي ناقص 13 A. إذن هذه 0 ويتبقى لدينا ناقص 2 تساوي ناقص 13 A. نقسم كلا الطرفين على ناقص 13 ونحصل على نحذف الإشارات السالبة، فنحصل على 2 تقسيم 13 تساوي A. والآن يمكننا أن نفعل نفس الشيء في الأعلى هنا ونتخلص من عبارات A من خلال جعل X تساوي 8. إذا كان X يساوي 8 سنحصل على 8 زائد 3 تساوي 11 وتساوي A مضروبة في 0 زائد B مضروبة في 8 زائد 5 تساوي 13. إذن B مضروبة في 13، يبدو أن B تساوي 13. إذن 11 يساوي 13 B. نقسم كلا الطرفين على 13، نحصل على B تساوي 11 تقسيم 13. الآن نحن قادرون على إيجاد قيمة A و B، ويمكننا العودة إلى المعادلة الأصلية ونقول هذا يجب أن يساوي 2 تقسيم 13 وهذا يجب أن يساوي 11 تقسيم 13. إذن الشيء الأصلي الذي كتبناه في الأعلى يمكن أن يجزأ إلى 1 الموجود هنا، هذا 1 زائد هذا أي 2 تقسيم 13، سأكتبه هكذا، تقسيم X زائد 5. يمكنك أن تنزل 13 هنا إذا أردت أن تكتبه دون أن نحصل على كسر مقسوم على كسر، زائد 11 تقسيم 13، 11 تقسيم 13 مقسومة على X ناقص 8. ومرة أخرى يمكنك أن تنزل 13 هنا إذا كنت لا تريد أن تحصل على كسر مقسوم على كسر، لكننا قد جزأنا هذا بنجاح. لا أريد أن أقول أننا بحاجة لتبسيط هذا، لأنه يمكن أن نقول أن لدينا عبارة واحدة هنا فقط، الآن لدي 3، لكني قمت بتقليل درجة كل من البسط والمقامات. ربما تقول لماذا علي القيام بذلك وأنت محق، ربما لا يتوجب عليك ذلك في الجبر، لكن هذا أسلوب مفيد لاحقا عندما
نصل إلى التفاضل والتكامل والمعادلات التفاضلية، لأنه معظم الوقت من الأبسط أن تفعل ذلك. سأعطيكم كلمة هنا ربما لن تفهموها حتى نصل التكامل أو المشتق العكسي لشيء كهذا ثم شيء كهذا، ولاحقا عندما تقومون بمعكوس تحويل لابلاس والمعادلات التفاضلية سيكون من الأبسط أن تأخذوا معكوس تحويل لابلاس لشيء كهذا أبسط من شيء كهذا. على أي حال، أتمنى أنني قد أعطيتكم أداة أخرى من مجموعة الأدوات اللازمة لكم، وربما سأصمم مجموعة أخرى من العروض لأننا لن نرهق من جميع الأمثلة التي يمكن أن نوضحها عن تجزيء الكسر الجزئي. أراكم قريباً.